أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم مع بداية هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. أعزائنا المشاهدين، السالفة اللي اخترتها لكم الليلة، كان في الزمن القديم يقال فيه بنت، والعرب الأولين كانوا سواء رجل أو مرأة، كل واحد منهم يدور على، إذا كانت مرأة تدور على الرجال الكفو، فارس شهم يمدحون الرجال، ما هو بحي الله، كريم، رجل رعي نخوة، تحب أنه يكون زوجها وأبو عيالها. والرجال كذلك يبحث عن المرأة الكفو، رعية الدين، المرأة اللي يمدحونها العرب، فكان ما يأخذون حي الله، لأن عارف أنها أم عياله ولازم تكون مرأة كفو. وهذه مرة العرب دائم، يعني الناس، الرجال يبحث عن المرأة الكفو والمرأة تبحث عن الرجال الكفو، هذا معروف. فكانت هذه المرأة مع أهلها، وكانت مرأة يمدحونها العرب، كانت يعني ذكية ونبيها وتعرف السلوم، ومربيها أبيها وأمها وإخوانها، مربينها تربية طيبة، وكانت هي وحيدة أمها وأبيها، وكان عليهم عيال ذكور حوالي 4 أو 5، لكن هي الوحيدة الأنثى بينهم. فتخبرون يعني الشيبان إلى صار عليهم عيال ذكور واجد، وما عندهم إلا بنية واحدة، تشوفون يعني البنية لها تربية غير ولها رعاية غير ولها، يعطفون عليها أكثر، تخبرون، لأن الرجال مثل ما قال ضلعه قوي وممكن أنه يعتمد على نفسه، لكن البنية هم كانوا في البر، وكانت الحوال من الأول ضعيفة، وكانت من الأول الغزوات، وكان ينشهر بعض الرجال انشهروا في ذاك الزمان، الزمان القديم، أيام الغزوات وأيام الفرسان، وأيام يقال فلان فارس من القبيلة الفلانية، وفلان وفلان فرسان من القبيلة الفلانية، معروفين. فهي سمعت بفارس من قبيلة مو من قبيلتها، وسمعت به وعجبها فعله بالذكر، إن فارس ورجال وشهم ومن الصفات الحميدة اللي تعرفونها، فأعجبت به وتمنت أنه يكون زوج لها وأبو لعيالها. ومضت السنين وكانت تسأل عن قبيلته، قالوا قبيلته العرب اللي يذكرون لها قبيلة أبو فلان اللي هم قبيلة الرجال الفارس هذا، بعيد، تخبرون مسافات، ما به لا سيارات ولا مواصلات ولا ما به لا هجن وما هجن، والعرب من الأول في حروب وفي غزوات، والقبائل ما تقرب من بعض، فكانها يعني أيأست أنها يعني يكون زوج لها أو أنها تشوفها أو ما شابه ذلك. يوم من الأيام كانوا في ربيع، وتخبرون أيام المرابيع يمكن العرب كلهم يقرب، القبائل تقرب في المرابيع، وكلنا يمسك حده، يعني لا به وقت المرابيع أكثر شيء، ما به ذيك الغزوات، والغزوات لها وقت، لكن وقت المرابيع يكونون كلنا ماسك حده، قريبين على بعض، متشاوفين، الضيف يكربونه، مثلا اللي ما نيته زينة يكرمونه، ويكونون كلها الماسكن حده. فوردت البنت ذي على ماء، هي وخويات لها، فجاهم فارس يبغي يسكي فرسه، وجاء عند حوض على الماء ويسكي فرسه. فسألته واحدة من النسوان الكبار، وهي معهم البنت ذي وفيه ما نسوان أكبر منها، فسألتها قالت يا ولد أنت من أنت منه؟ قال أنا من أبو فلان.
اي من ابو فلان ولا ابو فلان اللي هم اللي الفارس منهم اللي البنت تمنى انه يكون زوج لها. فقالت له البنت أبعطيك وصاه له، قل له فيه واحدة مرأة من قبيلة وانها معجبة في فروسيتك وفي فعلك اللي انت تسوي، وهذا ما يسويه إلا الرجال اللي فيهم شهامة وفيهم رجولة. فكانها يعني أبدت إعجابها به، الرجال فهمها والحر تكفيه الإشارة. فقال لها طيب أنا أوصله الوصاة وتوكل على الله. جاه يوم جاه رفيقه ذا قال يا فلان أنا وردت على المال فلاني أبغى أسقف رسي، وعينت لي نسوان وعينت فيهم مرة ما شاء الله عليها، مرة ما كل مرة مرة، وانشدتني منك. وقالت فلان موجود؟ قال قلت لها أنا عم موجود وحي يرزق وعلى فعله اللي واصلش، وردت السلام عليك وقالت انها من الناس اللي معجبهم فعلك. قال من هي وش قبيلتها ولا وش عربها ولا وش؟ قال والله هذا الكلام ما نشدتها. قال عز الله انك سويت لي مصيبه، ما نشدتها ولا قلت من انت منه ولا وش قبيلتك. قال ابدا. ايه راحت السنوات، هي من عندها ما تزوجت وهو من عنده حرم الزواج، إلا من ذا المرة المجهولة اللي سألت عنه وهو ما بعد شافها، لكن رفيقه وصفها له. ويقعد ربعه يقولون يا فلان تزوج يا رب يجي عليك عياله، الرجال فارس. قال أبدا ما أنا متزوج إلا المرة الفلانية اللي جابها خبرها فلان. يا ابن الحلال هذه مثل ويش ضايعة، ما وين ندلها ولا وين تعرفها ولا؟ قال ما في، الله بيجيبها الله. وهي بعد ما تزوجت إلا من فلان، ويتخبرون من الأول الحريم يقرعونهم إخوانهم عيال عمهم يحجرون عليهم، الحجر يسمى الحجر، وهو هذا مذموم لكن من الأول كان شايع بين العرب، الأخ ولد العم ما يخلي أخته بنت عمه تأخذ قريب، فيه عارفة أن حتى لو جاء وتعرفت عليه وحبت أنه يكون وجاء وخطب ما راح يوافقون إخوانها يا العمه. فيه جحدت عليهم ما علمتهم وش السبب، بس قالت أنا ما أبغى الزواج وتمت على ذا السوا. ومضت السنين وشيبوا، صار عمرها فوق 70 وهو في الحراوي، وهي من طريق وهو من طريق. يوم جاء سنة من السنين ولاهم نازلين على ماء في قيض، وزانهم عرب ثاني قبيلة ثانية، ويوم انشدوا منهم ثم لايهم من قبيلة الرجال الفارس المذكور هذا. قامت هي وسيرت على النسوان هل البيوت يولا عجائز مثلها، وسألت ذيك العجوز قالت فلان ذهبتي فلان، قالت فلان والله إذا عندها له شايب مطايح لا عرس ولا. قالت ليه؟ قال والله يا بنت الحلال سنين مضت جاه واحد من الربع بعلم واحد من المسلمين أنها توصي عليه وأنها معجبة فيه وفي فعله، وقالت أنا معجبة فيه، وخذها الرجال في قلبه وقال ما أنا ما أخذ إلا ذيك المرة كذا بس من راسه. وحاولوا فيه جماعته حاولوا، قالت وما تزوج؟ قالت أبدا ما تزوج، ينطر ذيك المرة ولا الله قسمها له ولا توافه وياه. قالت تدرين من ذيك المرة؟ قالت لا. قالت أنا. قالت لا إله إلا الله، شوف السنين والدنيا مصغرها الله جابها، لكن ما عاد الله بقاسمه ليش ولا وانتي ما انت مقسومة له، انتهت راحت عليكم السنين. هذه طريقة انت تقعدين في رجاه وهو يقعد في رجاش؟ قالت والله هذه عاد مثل ما يقال من شيم الكرام، وهذا اللي حصل. ودعتها
مشت من عندها. وهذه من السوالف اللي تدل على قلوب العرب الأولين ونظافتها ونياتهم، وإن الواحد خلاص إلى أخذ قرار ما عاد تراجع فيه حتى لو القرار ذا يضره. وبعض الناس عنده فكر يقول إني نفسي أنا مندل، ولا لو إنه متزوج وما أخذ واحدة بنات خواته بنات عمه وجايين عليها عيال، ما هو كان أحسن له؟ لكن هي لا، هي داري أنا مين متركت له، ولو إنها أخذت من إخوانها عيال عمها كان جايين عليها عيال وكان. لكن هذه طريقتهم الأول ونياتهم، وكل واحد يمشي على رأيه اللي هو يشوفه صح، وهذا عند الناس كلهم. هذه السالفة اللي حبيت أن أسمعكم إياها أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة، أرجو أنها حازت على رضاكم ونالت استحسانكم. وإلى سالفة أخرى وحلقة قادمة، ومع السلامة.